مرحبا بكم. يرغب معظمنا في امتلاك الجسم السليم، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يواجهون صعوبة مرتبطة بمظهرهم العملاق. فهل سبق لك أن سمعت عن أطول الأشخاص في العالم؟ ربما لا. لذلك سنتعرف اليوم على أطول 10 أشخاص في العالم، ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. 10. ميسي كارين. الأمريكية التي تبلغ من العمر 16 عام على وشك الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحبة أطول قدم في العالم، والتي يبلغ طولها 134.16 متر. وبالنظر إلى عمرها فلا يوجد أحد قد وصل طول قدمه لذلك الرقم. تقول ميسي أنها فخورة بطول أرجلها على الرغم من أنها تجلب لها الكثير من اهتمام المحيطين بها، وبالطبع تواجهها الكثير من الأمور نتيجة تلك الميزة. فعلى سبيل المثال اختيار البنطال الجنس المناسب لها، وكثيرا ما تضرب رأسها عند ركوبها للسيارة، فمن الواضح أن المكان بالسيارة ليس مناسبا لها. كانت ميسي الأطول بين أقرانها ومن والديها وأخواتها، كما تحلم ميسي أن تصبح عارضة أزياء، ولكن عارضة أزياء فريدة من نوعها. 9. ديلماندو. تعاني ديل من مرض نادر جدا تسبب في حيرة الأطباء، وذلك المرض يتمثل في وجود الكثير من الشامات على جسمها، وبالتأكيد عندما كانت طفلة سخر منها الكثيرون. نشأت طفلة وحيدة لا يريد أحد أن يكون صديقها. أطلق عليها الأصدقاء لقب الوحش وألقاب أخرى كثيرة وهجومية، وعلى الرغم من رفضها من المحيطين بها إلا أنها تريد أن تصبح عارضة أزياء. فعندما بلغت 16 عاما أرادت ديل أن تزيل شامتها، ولكن الأطباء اعتقدوا أن الجراحة يمكن أن تكون خطيرة على حياتها، لذلك قررت الفتاة أن تستمر في العيش في هذا الجسم الذي منحها إياه الله وتتجاهل المحيطين بها. قررت أن تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون. 8. بن سام. الذي يبلغ من العمر 35 عام هو الرجل الذي يمكن أن يطلق عليه بالفعل رجلا من الماضي، كأنه يعيش في الأربعينات من القرن العشرين، حيث أن ملابسه والموسيقى التي يسمعها تعود إلى تلك الحقبة من الزمان. عندما اشترى كوخاً عمل بجد لتحويله إلى منزل مثالي، فكل التفاصيل الصغيرة في ذلك المنزل تعود إلى الأربعينات. فعلى سبيل المثال أثاث المنزل ومفاتيح الضوء، وهناك زوجان من الهواتف العتيقة، كما يغسل ملابسه يدوياً ويستمع إلى الأغاني على الإسطوانات. 7. أيزاك جوهانسون. حطم أيزاك الذي يبلغ من العمر 14 عام رقما قياسيا عالميا، وهو أنه يفتح فمه بطول 9.5 سنتيمتر. تلك هي المسافة بين الأسنان العلوية والسفلية، وبالمناسبة ربما ليس هذا الحد الأقصى لقدراته، لأنه قبل عامين قام بفتح فمه بطول 6.5 سنتيمتر. هذه القوى العظمى تسمح لذلك الفتى بوضع تفاحة كاملة أو برتقالة أو شطيرة ضخمة في فمه مرة واحدة، فالكرة التي تتناسب مع حجم فمه هي كرة البيسبول. وبالطبع ليفاجئ الفتى من حوله يقوم بلصق كل شيء في فمه، وبالطبع هذا شيء غير سليم. كاسيا. الكثيرون يحبون المخلوقات الرائعة، ولكن هناك نوع آخر من يحب أن يحول نفسه إلى تلك المخلوقات، مثل حوريات البحر ومثل كاسيا والتي تبلغ من العمر 29 عام. هي تعتقد أن هناك مخلوقات نصف سمكة ونصف إنسان، هي تعتبر نفسها واحدة من تلك المخلوقات، فيجب أن تحتوي ملابسها على مطبوعات بحرية وتقليد شكل الصدف والكثير من الأشياء الأخرى في منزلها والتي تتوافق مع وضعها الغير عادي، حتى أن الإكسسوارات الخاصة بها تتميز بشكلها وألوانها المميزة. قامت كاسيا بعمل لون رمادي في شعرها ووضع ظلال العين باللون الأزرق، وهي عاشقة للزهور الزرقاء. وبالطبع لكي تصبح مثل الحوريات تمتلك ذيلا من السيليكون، التقطت الكثير من الصور والفيديوهات لها وهي تسبح مثل الحوريات. فعندما تضع كاسيا الذيل تشعر بسعادة كبيرة. 5. رايلي. التي تبلغ من العمر 25 عام، لكنها قررت أن تعيش حياة طفلة صغيرة، فهي ترتدي الحفاضات وتنام في سرير به ألعاب وتضع في فمها لهاية وتشرب مثل الأطفال. ف
فكل يوم تعود إلى المنزل وتلبس ثيابها فورا وتدخل إلى عالم الطفولة الخاص بها. ووفقا لما قالته الفتاة، فتلك الطريقة تساعدها على التخلص من التوتر وضغط الحياة القاسي. لكن هذا الأمر غير طبيعي، وقد طلب صديقها منها أن تزور معالجا نفسيا. وتقول الفتاة أنها لا تشعر بالراحة في عيش سن العشرينات. رابعا، بيلي مانجر. هذا المتسابق الذي كان في سباق خطير منذ عامين، والذي فقد ساقه على إثره وتطلب إعادة تأهيله الكثير من الأموال، والتي تم جمعها من المتسابقين المشهورين عالميا والأناس البسطاء، ساعدوه أيضا حتى يتعافى. بدا الأمر للوهلة الأولى أنه من المستحيل أن يعود مرة أخرى للسباق، ولكن يبدو أن بيلي قويا للغاية ولديه قوة جسدية كبيرة مكنته من العودة مرة أخرى إلى السباق. فقد بدأ بالرياضة حتى تمكن من الوقوف مرة أخرى، وعاد مرة أخرى للسباق في وسط المتسابقين الأصحاء. أصبح لدى بيلي 20 عام وأصبح من ضمن المتسابقين ولا يشعر بأي اختلاف عنهم. ثالثا، كاش. كل عام يصاب آلاف الأشخاص بالصدمات الكهربائية، والبعض يموت بسببها، لكن هناك شخص واحد فقط تمكن من العيش بعدها. فقد تمكن كاش من اكتساب أمور خارقة للطبيعة. فعندما كان لديه 17 عام اكتشف أنه لا يتأذى من الكهرباء، ووفقا لما قاله فقد قال أنه يمكن أن يكون مواصلا جيدا للكهرباء والطاقة. ثانيا، تروي جيمس. الممثل الكندي الذي يمتلك قدرة غريبة على لف أطرافه بدون أن يسبب لها أي ضرر، في بعض الأحيان كان يمثل رعبا شديدا للمشاهدين. فقد اشترك في برنامج للمواهب الشهير، حيث يمتلك تروي ليونة ومرونة فطرية. اعترف أنه كان يتم مضايقته في المدرسة نتيجة هذه المهارة الغير تقليدية. قال أنه يعاني من اضطراب نادر في الأنسجة الضامة، لكن كان ذلك السبب في نجاح حركاته، على وجه الخصوص حركة العنكبوت التي دائما ما يقوم بتأديتها في الأفلام. أولا وأخيرا، كيلي. كيلي ذات أصغر خصر في العالم، والذي يبلغ 40 سنتيمتر فقط. فلكي يحصل جسمها على شكل الساعة الرملية، حيث قامت كيلي بارتداء مشد للخصر ذا مقاس صغير منذ أن كان لديها 20 عاما. بدأ جسمها يأخذ ذلك الشكل، وتقول أنها فخورة بما حققتها. تقول أنها تشبه إلى حد كبير الشخصية الكرتونية جيسيكا. وعندما خرجت إلى شوارع نيويورك، أصبح لها الكثير من المعجبين يريدون أن يلتقطوا معها الصور، فهي تسير وهي فخورة بخصرها. والآن أصبح لدى كيلي 32 عام وتعمل بنجاح في مجال العرض والتصوير. لم تعاني كيلي من أي تدهور في صحتها طوال الفترة التي ارتدت فيها المشد لتنحيف خصرها. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.